الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أنا حقيقة ما عندي ما قدر زاته على كلام، شوية عندي التهاب تاعدني، ولعله الكلام عن شيخ آدم، لكن أذكر بوصية بسيطة للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. لا كويس كده. فقال رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه للعقيدة الطحاوية، قال وصية يعني لطالب العلم، وأنا شفتها مناسبة في هذا المجلس. قال عليك بكتاب الله، يعني أول ما تبدأ به وتصب عليه اهتمامك في التعلم، في الحفظ، وفي معرفة الأحكام. أول ما تبدأ به قال عليك بكتاب الله، ثم خذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم منها وتروى. قال وخذ من اللغة العربية ما يصح به لسانك وتفهم به كلام العرب، والكتاب والسنة. قال ثم انظر في أقوال العلماء الصحابة ثم من بعدهم. قال فما اتفقوا عليه، أي فما أجمعوا عليه، فلا تتعداه. مما يقول لك إجماع أمسك قوي. قال وما اختلفوا فيه فانظر في أدلته، شوف الدليل القوي وين. قال فانظر في أدلتهم، ثم من بعد ذلك يهدي الله لنوره من يشاء، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أولا الوصية دي يا أخواننا في أمور خمسة. الأول قال عليك بكتاب الله القرآن، وإخواننا دائما مننا اهتمام، وعيب علينا ما نهتم بالقرآن. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عجبت لمن بلغ الثلاثين ولم يحفظ الثلاثين. عمرك كم؟ 30 سنة. حافظ كم؟ 3 أجزاء، 5، 4. واحدين يقول لك صور متفرقة. ده اهتمامنا يا أخواننا بالقرآن، هذا كلام الله بين أيدينا. قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع شنو؟ كلام الله، حتى يسمع كلام الله. ولهذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر القرآن عندك. المروة حد يقبل شوية، أنا بقفل كده. قال فانظر إلى شنو؟ إلى قدر القرآن عندك أنت. القرآن شفاعة للمؤمنين يوم القيامة. أنت يوم القيامة، يوم الحرب ويوم الضيق الشديد، القرآن ده بيشفع عليك. يشفع القرآن فيقول منعته النوم بالليل فشفعني فيه يا رب، أو فشفعني فيه، ما في عبارة يا رب، فشفعني فيه، فيشفعه الله تعالى. تقدمه قدام، بيجي القرآن ده بصلي للناس قدام البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. جاء في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية، 30 آية بس، شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. سورة الملك 30 آية.
نحن يا اخواننا ما نهتم بالقرآن؟ عيب علينا يهتم به أهل البدع من الذين لا يتجاوز علمهم بالقرآن إلا التلاوة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، تلاوة فقط، ما أحكامه وعمل به، ما عندهم أي حاجة. فنهتم بالقرآن يا أخوان، نهتم بالقرآن. وعيب عليك يا أخي، أنت ربنا فهمك المنهج الصحيح، وربنا علمك التوحيد، وعرفت السنة، وعرفت الطريق المستقيم، وإنت لسانك حتى الآن تعبان في القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. أنت ليه ورق؟ ليه أنت ورق؟ الآن يا أخي أطفال يحفظون القرآن، أطفال صغار، ونحن ما نهتم بالقرآن؟ والقرآن هو الروح في القلوب. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا القرآن نور، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. القرآن ما تهتم به أنت؟ يا أخواننا عيب علينا، ومقبل علينا شهر رمضان، خلي أي حاجة في يدك، بضرك شنو يعني؟ شغال أنت؟ أخذ إجازة، في شنو يعني؟ ولاحقين شنو؟ ما كل سنة شغالين، عملنا شنو ذاته؟ أتفرغ لكتاب الله، أقعد في الواطني أحفظ القرآن، يتعلم كتاب الله. ما في علم أبرك من القرآن، هذا أساس العلم. أبدأ يا أخي أقرأ القرآن، أتعلمه بقراية نظيفة وصحيحة متقنة، أجتهد في القرآن. بنتعب نحن في أمور الدنيا، والله الواحد تلقاه في السوق وصايم وشايل لي شكل خاطي في راسه وبترشرج بالموية، ويكونك 7000 وعلينا جاي ولنا بجابوها بالطيارة وبعيننا بالخسارة، بكونك في النهار. يا أخي امشي اقعد في مسجد بارد، بيت من بيوت الله، افتح المصحف قدامك اقرا كتاب الله، احفظ القران. ليه يا اخواننا الناس ما يكون عندها اهتمام بالقران؟ لما قالوا وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه، قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين. ربنا قال: اولم يكفهم، اولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الرحمة تخليها، والنور تخليه، والهداية تخليها، وتقعد تحفظك في كلام فارغ، علوم فارغة أذهاننا دي مليانة بها، علوم الدنيا كتب، المحافظ كتب منه، امتحنت الشهادة قريت كيمياء وقريت فيزياء وكتاب قدر ده، وتاريخ، وتاريخ بتاع ناس ذاتهم ولا فيهم فائدة ذاته، وتحفظ فيه وغالب عنخي وما تعرف ودخل كتشنر وحملات الدفتردار الانتقامية، وحافظ انه كتاب الله. يا ناس كتاب الله تخلوا، والزول يقبل على الفارغة وعلى الهوى والدنيا. أقل لا يا أخي، دنيا مباحة، انت تخلي كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواننا لابد يكون فينا نخوة في قلوبنا، في قلوبنا نحرك، نتحرك نحن في رمضان ده نحفظ كتاب الله. والله لو صدقت نيتك في الشهر ده، مش 30 يوم، انت اقل شيء بتحفظ 15 جزء. رمضان الجاي 15 جزء تحفظ القران كامل. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لو كان القران على ايهاب جلد، القران ده لو مكتوب في جلده، قال لما حرقه الله بالنار. خليه يكون في قلب مؤمن. وحامل القرآن يلبس والداه يوم القيامة تاج من ذهب.
ويقال له اقرأ وارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. منازل عليا، الناس لو ماتوا في القبور دي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخد صاحب القرآن قدام قدام والتاني وراء. عمر الخطاب ولى والي له من الولاة وجا راجع وخلى واحد بدله، قال لي من تركت على الناس؟ قال ابن أبزة أو ابن أبزة. قال لي ومن ابن أبزة؟ قال لي مولى من الموالي، يعني ما هو حر ذاته، زمان كان في رقيق وفي أحرار، مولى من الموالي. قال تركت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله. قال عمر رضي الله عنه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. سيد القرآن ده الله يرفعه في الدنيا وفي الآخرة، الله يرفعه. لذلك روي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال من تعلم القرآن عظمت قيمته، قيمته عظيمة في الدنيا دي، قيمته عظيمة وفي الآخرة. قال ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن نظر في الحساب جذل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن علمه ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. على أي حال أول وصية ولا ركزت عليها، لأنه الشهر اللي قدامنا ده شهر القرآن يا أخوان، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نهتم بكتاب الله من السيد ترتب، لو في مسجد فيه خلوة بتاعة ناس سلفيين على المنهج القويم، أمشي سجل نفسك معهم واقعد أبرك في الوطن دي، أحفظ كتاب الله. ما تقول تلف وتدور وأنا مشغول والله ما فاضيين، والزمن ده تعرف المشغوليات كثيرة، شغلات كثيرة بتاع شنو؟ أنت رئيس جمهورية شغال شنو أنت أصلا؟ يا أخي أقول في الوطن دي أحفظ كتاب الله يا أخي. والله أنا الكلام ده يعني بقوله شفقة وزعل في نفس الوقت، شفقة على نفسي وعلى الناس وزعل، لأنه عيب واحد يقوم يتكلم وإنسان يدعو إلى أطهر الدعوة، أطهر دعوة يدعو ليها، دعوة نقية ودعوة عزيزة وقوية، لكن لما يقوم هو يتكلم يكسر في كلام الله، تكسر في القرآن. يا أخي الصوفي قاعد جنبك يقرأ القرآن صحيح تتكسر فيه؟ ليه تكسر القرآن؟ أنت مالك؟ أشغلك شنو؟ ما تقعد تتعلم كتاب الله أنت ليه يعني؟ عزيز أنت؟ أنت زمن غالي؟ أنت ما فاضي؟ ما فاضي لكلام الله؟ وتتعلم فيه زطا وجتا وجيب الزاوية وقميص الزاوية تتعلم فيه ده؟ كتاب الله ما قدرت تتعلمه؟ يا ناس رمضان قدامنا، نرجع للقرآن، افتح المصحف ده اقرا، وحفظك على حسب نيتك. والله لو عظمت نيتك واخلصت لله تحفظ 10 أضعاف اللي بتحفظه زمان، 10 أضعاف تحفظ. والله لو نجت شفت رمضان واحد تحفظ القرآن ده كله بسنجط واكرب قاشر تمام وتفرغ، شيل التلفون ادعو في البيت، شيل مصحف واقعد لكتاب الله احفظه، بعد ذلك تجي اقعد التفسير اتعلم الاحكام الدعوه اللي فيه الامور اللي فيه كلها، بعد ذلك تتعلمها برويه وبتؤدى ان شاء الله تعالى. اما بقيه الوصايا الكلام فيه يطول، وانا ادع المجال لاخينا شيخ ادم جزاه الله خير يكمل. ومعليش انا مرات كده لما يكون قايم علي قدموا الصلاه بقوم بسخن زياده، فبس مشوا على كده. كلام كويس، مشوا على كده. فالقران بينفعنا يا ناس، القران بينفعنا. وانت بعدين لما ترقد في قبرك جليسك وانيسك هو علمك وعملك، ما ممكن ترقد وراسك فاضي كله فلان بكده ما تعرف الجرجير بكده والتسالي بكده. يا ناس يا ناس كلام الله. يلا يا شيخ ادم ارجع ما سخن زياده الموضوع ده ماشي.